المزيد في سياق. نظمت هيئة تنشيط السياحة المصرية ونظيرتها الأردنية ورشة عمل لمناقشة تعزيز التعاون في مجال التنشيط والترويج السياحي وتبادل الخبرات بين البلدين. التركيز على قطاعات اقتصادية هامة وأهم قطاع السياحة، وعلى التشاركية ما بين القطاع السياحي الأردني والقطاع السياحي المصري، ليس فقط على الصعيد الرسمي ولكن على الصعيد القطاع الخاص كما تشهد بهذا اللقاء الذي نقوم به اليوم. نؤكد بأن مصر من الدول التي قامت بتطوير قطاع السياحة عبر السنوات، وأصبحت من الدول التي نفتخر بها ليس فقط في المنطقة ولا عالميا بما أنجزته مصر. احنا كهيئة السياحة الأردنية مع هيئة تنشيط السياحة المصرية بنشتغل على تسويق الأردن ومصر كوجهة سياحية مشتركة للدول البعيدة، والآن في خطوط طيران من خطوط الطيران المصري إلى ساو باولو راح يحرك حسب ما علمونا الجانب المصري، في طيران جديد من الولايات المتحدة للأردن بيغطي أمريكا الجنوبية، وبالتالي فرصة أن نسوق الأردن ومصر كوجهة الدول اللي هي long haul destinations. الورشة تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال التعاون بين البلدين في عدة مجالات، من بينها السياحة البيئية والدينية والتبادل التجاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الحضارات او السياحة بشكل عام بيبقى كل دولة ليها ثقافتها وليها الطبيعة بتاعتها، فده بيساعدنا كدول ان احنا يكون في تجارب وزيارات متبادلة ما بيننا وما بينهم، ومهم جدا ان احنا كدول عربية ان احنا يكون في التعاون اللي ما بيننا يكون مثمر في تبادل الافواج السياحية. بشتغل في السوق الاردني من زمان جدا، بنجيب ناس من اوروبا وامريكا والفار ايست بننزلهم على الاردن، فبنعمل الباكيجات دايما بين مصر والاردن، فعشان كده هي ديستنيشن مهمة ومكملة لمصر، يعني مصر مكملة للأردن والأردن مكملة لمصر. وخلال كلمته أكد وزير السياحة الأردني عقد اجتماعات مستمرة مع الجانب المصري لا سيما حول ما يتعلق بالمناطق المميزة التي تمثل عناصر جذب للسائحين في البلدين الشقيقين. إذن هي ورشة عمل بين القطاع السياحي المصري ونظيره الأردني لتعزيز أوجه التعاون المشترك والاستفادة مما يمتلكه البلدان الشقيقان من مقومات سياحية متميزة، خاصة ما بعد جائحة كورونا، ما يؤكد عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. علي فتحي، النيل.